نرجع للزيارة أو الجولة والافتتاحات اللي قام بيها النهاردة رئيس الوزراء في جامعة عين شمس. نتابع مع حضراتكم التفاصيل في التقرير اللي جاي. تبعة لأعمال تطوير المستشفيات، افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أعمال التطوير بمستشفى جامعة عين شمس ليتفقد عددا من المباني التي تم تطويرها بالمستشفى. مستشفى كانت من 6 أشهر كانت قد إيه معتدى عليها من باع جائلين ومن بلطجة، والنهاردة النظام اللي فيها يختلف تماما. والحقيقة أنا بشكر العميد وبشكر رئيس الجامعة وبشكر برضو الشرطة اللي هي عادة النظام وعادة رونق الكلية إلى مكان. أعمال تطوير مستمرة بعدد من المستشفيات في خطة الحكومة المصرية في الفترة القادمة على خطى مستشفى عين شمس الجامعي. احنا بنحاول نعمل مزج ما بين الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والخدمات العلاجية المقدمة من قبل الجامعات المصرية. هذه الخدمات من شأنها انها رقم واحد بتعلي الدور التعليمي، ترفع من مستوى التدريب للأطباء وطاقم التمريض ايضا، مما بيصب بالضرورة في مستوى خدمات مقدمة. في عندنا مجموعة اعمال اخرى هنعملها الايام دي، مستشفى 15 مايو، مستشفى حلوان، مستشفى الزاوية الحمراء، مستشفى بولاء، دي كلها مستشفيات تحت التطوير الان وهتفتتح تباعا وتضيف طاقة كبيرة لمنظومة الصحة عموما في محافظة القاهرة. 111 مليون جنيها هي تكلفة أعمال التطوير بمستشفى عين شمس الجامعي شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية، ليمثل ذلك خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة الصحة والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. آية جمال الدين، الحياة اليوم.